احكي فيها الاحوال العاطفيه وكذلك حتى العامه، بس رح ركز اكثر على الوضع العاطفي اللي برج الحمل. اوكي، بدي اقول ونوه هلا شغله على انه هذه القراءه تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع، في امكانيه انه تكون قراءه عكسيه وخاصه للعلاقات العاطفيه. رح اتحدث كذلك حتى عن العزاب لبرج الحمل. اوكي، رح نشوف شو بخبئ لهم شهر جون. اوكي، بدايه يا برج الحمل عم شوف طاقتك كانه انت عم شوف عندك رغبة ملحة انه تبتعد عن كل شيء عم يسبب لك ألم. عم شوفك في حديث مع النفس، عم تتكلم مع حالك، عم تحاول انه تلاقي طريقك بالحياة. عم شوفك كأنه تتجه او تبحث عن طريقك بالحياة. عم شوفك مبتعد عن كل الأمور التي عم تجيب لك ألم، سواء كانت علاقة، سواء كان عمل، سواء أي شيء. ممكن وارد جدا أنه يكون حب أو علاقة حب. عم شوفك عم تبتعد وعم شوفك عم تعيد حساباتك يا برج الحمل. أوكي، بالنسبة لطاقة الشريك، فأنا عم شوفه لهذا الشخص ممكن أنت تتعامل مع أبراج نارية أو مائية أو ترابية، وارد جدا أن تكون تتعامل مع برج العذراء. عم شوفه للشريك هذا الإنسان كتير محبوب، بحسه شخص محبوب كتير، شخص حاسس أنه بحب حاله، بشوف حاله كتير، ممكن شايف حاله حتى. أوكي، عم شوفه مبتعد عنك. اوكي، عم شوفه ياخذ خطوه لورا او مبتعد عنك، في فراق، في خصامات، في ابتعاد. اوكي، كانه حسم القرار انه تبتعدوا عن بعض. ممكن تكلمتوا انتوا يا برج الحمل انت والشريك على انه تاخذوا قرار ترجعوا لورا او تبتعدوا عن بعض. اوكي، في قرار اخذ بشان العلاقه. عم شوفك حتى انه انت بارم ظهرك تجاه هذا الانسان. عم شوفك عم تتظاهر بطاقة الكوين اوف سوردز، كانوا مقفل كل الابواب ما عم تفتحها لهذا الانسان. اوكي، عم شوفك تاخذ طاقة الانسان كانه اخذتوا قرار انت والحبيب انه ما تحكوا مع بعض، وكانه حسمتوا قراركم. اوكي، عم شوف كذلك حتى هو مصدوم جدا، مصدومة انه ابتعد عنك، انه افترقته. اوكي، ممكن في غرور بالعلاقة شوي، وكل واحد عنده كبرياء كتير عالي، لهيك انتو ما عملتوا خطوة انه ترجعوا لبعض. في نوع من الايجو الكتير عالي، وعم شوف على انه هذا الانسان يفتقدك يا برج الحمل. اوكي، كتير مصدوم انه ابتعد عنك. حتى انت لا انكر انه عم تقاوم، انه بتكابر يا برج الحمل عشان تنسى هذا الانسان، وعم تعمل يعني مجهود كتير اضافي عشان تحس بسلام داخلي. ممكن لهيك انا عم شوفك عم تبتعد وعم تاخد عزلة مع نفسك، عم تعيد قراراتك كتير، يعني كأنه بتقاوم هذا الاحاسيس اللي عم تجيك ببالك. ممكن عزة نفسك وكبريائك كتير عالي ما بيخليك انه تضل مع هذا الانسان، او ممكن جرحك، قال لك كلام مع عمي، كأنه حسيت حالك انت انهانت كرامتك. اوكي، لهيك انت اتخذت قرار انه تبتعد عن هذا الانسان. اوكي، بالنسبة ل عم شوف بالنسبة للشريك عنده رغبة ملحة صراحة انه يرجع يعني هذه العلاقة الى ما كانت اليه. عنده هيك رغبة داخلية حتى لو لم يحكيها لك او لم يبدي هذه الاشياء لك. اوكي، هو عنده رغبة داخلية انه العلاقة تستمر ويكون في صلحة. بس بالنسبة لك عم شوفك حتى عندك مشاكل بالعائلة عم تخليك تخليك حتى عندك عائق انه تستمر بالعلاقة. عندك مشاكل عائلية او هذه العلاقة سببت لك مشاكل عائلية خلتك انه تراجع كتير اشياء. ممكن انت تتعامل مع برج الاسد او تتعامل مع برج الثور. عم شوف برج السرطان، الحوت،
بشوف كذلك برج ال برج العذراء. اوكي صراحة في كبرياء كتير عالي، في كتير كبرياء، وهيك عم يعني هذا الورق تأتي لتأكيد هذا الأمور، يعني كأنه في كبرياء عالي بالنسبة لك وبالنسبة للشريك كذلك. عم شوفك بالوقت الحالي أنت موجوع جدا، موجوع جدا من هذه العلاقة ومن الشريك كذلك. ممكن تحس أنه العلاقة يعني وصلت لمرحلة لا يمكنها الرجوع، أو يعني صياغة العلاقة من جديد. عم تحس أنه العلاقة وصلت لمرحلة لا يمكن التطور فيها. أوكي بالنسبة له هو يرغب، عنده رغبة شديدة انه تكون في رجعة، انه يكون في صلح، لانه عم شوفه عنده باب يعني كأنه فاتح قلبه او فاتح ايده لا يمسك الكاس، كاس الحب. اوكي بس انت بالعكس، انت حاسس بخسارة داخلية وفي ألم داخلي، ما فيك تقاوم هذا الألم. اوكي صراحة أول علاقة كما تظهر على انه في كبرياء كتير عالي، في حنين لبعض، عم تحنوا لبعض، انت عم شوفك متألم اكثر من الشريك الاخر، كأنه كبريائك تحطم. وبرج الحمل عنده كبرياء كتير عالي، هو برج الاسد كتير كبرياء عالي، وما بي كأنه بحس حاله انخدش داخليا. بالنسبة صراحة للخطوة القادمة، ما عم نشوف خطوة، عم نشوف انه الاوضاع راح تضل هيك جافة بيناتكم، راح تضل في قطيعة، راح تضل في ابتعاد عن بعض، وكل واحد راح يذهب لطريق الابتعاد. اوكي بس في يعني انا عم شوف في كسرة قلب كتير كبيرة، لانه عم تظهر في كسرة قلب وفي وجع، في بالوقت الحالي ما عم تظهر لي حتى مستقبلا العلاقة عندها تطور، لانه في كبرياء كتير عالي. وكمان عم شوف على انه الورق ينصحك الاتجاه الى التأمل، الى البحث عن الذات. اوكي اذا كانت هذه العلاقة تجرحك او تعطيك اشياء سلبية ما عم تخليك تتطور، حاول انه تبحث عن اشياء اخرى ترتقي بها روحيا. اوكي الصلاة، البحث عن النفس، الكتب، تقرأ كتب علم نفس انه تطور من حالك، هذه الاشياء عم تساعد الانسان انه يتطور روحيا. بس اذا العلاقة عم تعمل لك كأنه انت عم تهوي بك الى ظلمات نفس عميقة، او انه عم تفكر بشيء من السلبية، لا، لهيك عم يقول لك انه حاول انه تكون اوبتيمستيك او متفائل بالحياة، انه لازم تكون بوزيتيف، ما تخلي شيء سلبي يعكر صفو حياتك او ذهنك، او تخليك انت عم تفكر بسلبية. حاول انه تاخذ الامور بسلاسة، حتى لو ما كان هذا الانسان هو المناسب لإلك، حاول تطلع على الاشياء الايجابية بالحياة، حاول تكون ايجابي. والعلاقة يعني اكتسبت منها خبرات، يعني هذه الخبرات راح تساعدك من يعني بالمستقبل بعلاقاتك بكتير اشياء. اوكي بالنسبة للوضع العام او الوضع، عم شوف على انه في شيء جديد رح يكون بجانبك، او الخط رح يكون بجانبك، شيء يتعلق ب ممكن اذا عندك رغبة انه في اطفال او في انجاب، ممكن يكون في انجاب. اوكي عم شوفك بهذا الشهر عم تعطي صدقات للناس، عم شوفك تهتم بالجانب الروحي اكثر، عم شوف كذلك حتى عندك اهتمامات كتير، يعني كأنه عم تعمل توازنات بالحياة، عم تتجه نحو العمل، وكذلك عم تتجه نحو الجانب الروحي والصداقات والاهتمام بالآخرين. اوكي بس عم شوف في باب رح يفتح أمامك، هذا الباب ممكن يكون إذا يعني كنت تبحث عن طفل، أو عم شوف على أنه في ممكن في possibility أو في احتمالية انه تكون حامل للمرأة، هيدي اكيد، واذا كنت رجل يعني ممكن زوجتك تحمل. اوكي ما عم شوف كذلك على انه عم شوفك تتجه للعزلة، عم شوفك تتجه للعمل، بس العمل بعزلة، ما عم شوفك عم تخالط الناس، عم شوفك محدد كأنه حددت او قعد تحديد
كتير أهداف الحياة، كأنه عم ترسم أهداف جديدة بالحياة. هذه الوقفة مع النفس اللي أنت عم تمر فيها بشهر جون عم تخليك عم ترتب أهدافك، عم ترتب أولوياتك، عم تاخذ الأمور بشكل آخر. أوكي، عم شوفك عم تشتغل، عم تهتم بالشغل وتحقيق مرادك يا برج الحمل. عم شوف كما يعني ممكن بهذا الوقت عم شوف أبواب تفتح. إذا كنت عم تبحث عن عمل، وخاصة الناس اللي عم تشتغل اللي بدها عمل، يعني مثلا ممرضين، أطباء، بكل ما يتعلق بالنيوتشرين أو بالمساعدات الناس الآخرين، فعم شوف إنه هذه الأبواب ستفتح أمامك. ممكن كذلك على إنه ستفتح كتير أبواب خير، وخاصة إذا كنت بالفترة السابقة في مشقات وفي عناء كتير كبير، فأنا عم شوف الأمور رح تتحلحل. إذا كان عندك ركود بالعمل، عم شوف الأمور بالعمل عم تتحلحل كذلك. عم شوف في رغبة إنه تحقق أهدافك وأحلامك الدفينة. عم شوف في مدخول مادي جديد رح يأتي إليك يا برج الحمل. أوكي، لهيك بيقول لك stay optimistic، يعني ضل إيجابي، إنه الأوضاع ستتغير، الحظ رح يكون بجانبك، وفي أبواب، يعني عم شوف في أبواب جديدة رح تفتح. إذا أنت بتشتغل بموضوع معين، فممكن تغير وجهة نظرك، أو ممكن أبواب رزق جديدة تفتح أمامك، بس ممكن أنت لازم تعمل الخطوة. أوكي، ممكن في صدقة أنت عملتها يا برج الحمل، ستقف أمام أهدافك، ستقف لمساعدتك في تحقيق أحلامك، كأنه الكارما رح تجازيك على هذا الهدف أو على هذا الخير الذي عملته بتحقيق أهدافك. أوكي، عم شوف على أنه الوقت الحالي أو جون يخدم تطلعاتك العملية تطلعاتك الروحية أكثر من العلاقات. ما عم شوف العلاقات راكزة معك، بس يعني الحمد لله في طاقة جميلة جدا مما يتعلق بالأوضاع العملية. بالنسبة لطاقة العزاب، عم شوف في شخص من الماضي رح يرجع يحكي معك، رح يحاول انه يجدد العلاقة ويجدد او يبدأ بداية جديدة معك. عم شوف انه بيظهر بطاقة الدفول او the lovers كذلك، يعني ممكن يكون من برج الجوزاء او من برج الثور. عم شوفه عم يبلش حكي معك بهذا الوقت، وعم يريد يعني ابداء او يريد صلحة او بداية جديدة معك. اوكي، بس عم شوف انه انت يعني متخوف جدا من العلاقة، ما عم شوفك عم تغامر كتير، عم كأنه انت متخوف ومسكر الابواب. عم شوفك كذلك على انه انت فكرك مشوش، او اذا عندك خلفيات او اذا كان عندك تخوف او كانت عندك experience منا حلوة من الماضي مع هذا الإنسان، فأنت متخوف أنه تبدأ بداية جديدة معه. وعم شوفك بتراجع أولوياتك، يعني متخوف جدا. ممكن إذا حتى في رجعة مع بعض، وأنه في صلحة ورح تفتح له باب الصلحة، فأنا عم شوفك هذا يعني هذه العودة رح تاخذ وقت. أوكي، ممكن رح تدرس العلاقة، أو رح تدرس هذا الشخص، تدرس نيته كتير. أوكي، صراحة عم شوف في رغبة انه هو يكون معك، عم شوفه بيقدم كأس الحب، عم شوفه حتى هو تغير. اوكي، كأنه مر من مرحلة، حاول يراجع اولوياته كذلك، حتى هو لانه هو مر من مرحلة الديث او الموت الفعلي، مش الموت الفعلي بس، هو موت مجازي، يعني انتهاء شيء وبداية شيء. الانسان هذا مات في شيء واكتشف أشياء أخرى، كأنه بدأ عنده وعي خاص. أوكي، ممكن هذا الإنسان اكتشف إنه أنت الشخص المناسب، أو اكتشف فيك أشياء ما كان عم يشوفها قبلا، وتعرف عليها واكتشفها وراجع نفسه، وعم يشوف عم يشوفه عم يعني عم يتقدم لإلك، عم يطلب السماح، عم يطلب يعني عم يطلب رجعة. أوكي، هيدا كل شيء صراحة عم يطلع لك يا برج الحمل. بتمنى
اتمنى لك كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا لكم.